الحمد لله وصلنا لفرع مكة المكرمة، فرع الكعكية مازدا. هنشوف الفرع هذا ايش يقدم من خدمات لعملائه وعملاء مكة المكرمة على وجه الخصوص. تفضلوا معايا. هذا فرع مازدا الكعكية مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. نشوف معرض الكعكية مكة المكرمة وكيف يدار فيه واستقبال العملاء بالنسبة لمازدا. تفضل. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ايش اخبارك؟ يا مرحبا. الله يسعدك. حياك الله. نستسمح كذا ناخذ معك لقاء كذا. اهلا وسهلا. ما تعرف من الاسم؟ معك باسم. والنعم. عميل جديد ولا قديم؟ لا والله جديد. ما شاء الله. نعم. الله. ايش السعر اللي حتختاره؟ والله بختار بين كذا سيارة. يا مازدا 9 او 5. CX9 او CX5. ما شاء الله. طيب انت ليش اخترت مازدا؟ ايش السياره يعني؟ كانت عندك سياره مازدا من قبل؟ لا لا والله ما عندي سياره. ما عندك عندي سياره ثانيه بس يعني سالت كذا شخص عن سياره مازدا. نعم. وشفتها يعني فحبيت هي المميزات اللي السياره تعتمد عليها. ما شاء الله. انا طبيعتي اطلع جده اروح واجي دائما. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني تنزل عندنا جده يوميا؟ نعم اروح دائما عندي دوام. حلو. واطلع الهدف طبعا كل ويكند. نعم. فطبيعي لازم الواحد يبغى له سياره يعتمد عليها يطلع ما يشيل هم الصعوبات والطريق. والسياره طبعا ما شاء الله معروف لا يعرف. ما شاء الله. فانت ما تحس فيها ولا شيء لا صوت ولا ازعاج ولا شيء. ما شاء الله. سياره مميزه. جربتها قبل كذا سوقتها؟ جربتها مع اخوي مع مالك. ما شاء الله تبارك الله. اذا انت العائله كلها ما شاء الله باذن الله. لا هو شخص واحد ان شاء الله الثاني الثالث. ما شاء الله تبارك الله. كمان مندوبين البنوك متوفرين عندهم في المعرض هنا يعني تيجي تخلص على طول. وهذا مركز الصيانة لدى الفرع. هل تكيب عمرك؟ وهنا قطع الغيار. هنا صلاة على النبي مركز التسليم، تسليم السيارات الجديدة. والآن حنشوف مركز التسليم كيفية عملية التسليم تتم عندهم هنا في المعرض، معرض الكعكية مكة المكرمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا لقطة سريعة حتى يستلموا الزبائن عملاءنا سياراتهم. بعد صدور اللوحات نتصل على العميل ونحدد معه موعد الاستلام. طبعا يحضر العميل عندنا هنا ويستريح عندنا ونجهز الأوراق ونوقع مع الأوراق. نطلع بعدها على السيارة، يتم شرح السيارة والتأكد من شرح فهم العميل لجميع المواصفات. بعدها نصور السيارة بالآيباد. طبعا بعد أن العميل يتأكد من جميع الملحقات والمواصفات هنا يتم تصوير السيارة من جميع الجهات، وبعدها يوقع يتم التوقيع قبل المندوب والعميل والله يبارك له. هنا غرفة الاجتماعات وهذه غرفة التدريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله نحن مركز الصيانة بيخدم عملاء مكة ومركز متكامل كل شيء فيه، وعندنا كمان قطع الغيار مركز كبير ومتكامل ما يحتاج العميل انه هو يروح اي مكان ثاني من مكة، قطع كلها موجودة. وعندنا كذلك فرع او محل قطع غيار اخر في منطقة ابو لهب برضو بيخدم سكان مكة. يعني سكان مكة ما يحتاجوا انه يتحرك. ما شاء الله عندكم معرضين، المعرض الرئيسي في الكعكية والمعرض الثاني في العوالي بالنسبة لعرض سيارات مازدا. نعم. وخدمة العملاء
موجوده ما خدمات ما بعد البيع توفر عليه موجوده الحمد لله سواء من قطع غيار سواء من صيانه هذه كلها موجوده ما شاء الله يديكم الف عافيه الله يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب